سي محاب نيشو، رئيس جمعية دور الله للماء والتنمية والبيئة والثقافة، مرحبا بكم. يعني على إثر الوقفة الاحتجاجية اللي تم التنظيم ديالها من طرف بعض الساكنة ديال ورلغ مساء هذا اليوم، يعني بغيناكم تعطيونا بعض التوضيحات السيد الرئيس حول أولا النقطة الأولى يعني اللي ساروها هؤلاء المحتجين، هو أنكم عقدتوا جمع عام بدون توجيه استدعاء للمنخرطين. النقطة الثانية هي مطالبتهم بالاطلاع على التقارير الأدبية والمالية للجمعية. النقطة الثالثة بالنسبة للاشتراك يعني للاستفادة من الماء الشروب اللي كتقدم الجمعية ديالكم، يعني هناك بعض الفئات ولا بعض الساكنة ديال ورلغ اللي عبروا على أنه المبلغ اللي محدد في 70,000 وفوق يعني الاستطاعة ديالهم، خصوصا أنه بدأ ب 30,000 ثم 40 حتى توصل 70. ثم النقطة الأخيرة هي مراقبة العداد، يعني تيقولوا بأنه في الوثيقة اللي وقعوا على أساس أنه غادي يكون مراقبة ديال الاستهلاك كل شهر، ولكن في الآونة الأخيرة لاحظوا بأنه يعني كتكون المراقبة مرة في شهرين، وهذا اللي كيجعلهم يدوزوا لا دوزيام ترونش. تفضل سي محمد. شكرا شكرا سي محمد. وانا قبل كل شيء تنشكرك على هذه المبادره، وتنشكرك على انك اولا الحقيقه الشكر راه واجب، اما انت راك ولد الدوار ك يعني ازدياد ديالك في الدوار وكبرتي في الدوار وعرفتي اولا، واسمح لي واخا غنمشي لهذا الجانب، انا ولا انت ولا جميع ابناء الدوار ديال ورلغ راه عشنا شي ظروف يعني ما غادي نقول بانها قاسيه، انت شخصيا ولا انا ولا كاع الاخوان اللي الحمد لله عندنا دابا ابناء الدوار اللي هما راهم جميع الاسميتو تنشوفوهم في جميع المراكز، لا اساتذه تعليم تجار هذا، وهذا تيفرح، ولكن عشنا ظروف قاسيه لان كنا تنسقيو بالبهايم وكنا تنهزو القضيه ديالنا من فوق الواد، وكنا الا بغينا نبنيو شي حاجه تنهزو الرمله على البهايم وكنا كذا، ولكن جات شي ظروف الحمد لله مع تزامنا مع هذا المشروع ديال توليد الطاقه عن طريق الضخ، ولو انه جينا متاخرين واستطعنا باش نفتحوا المسالك الطرقيه اللي خفت شيئا ما عن المعاناه ديال الناس، وفي نفس الوقت تا هذا المشروع تمكنا منه، رغم انه تأعيدها دائما واكررها بان هذا ورلغ والمنطقه ديال توبغيست ولا كونديسه كانت تدور بها الراحة الاشغال ودوك يعني الصعوبات اللي كانت كلها اللي الناس تحملوها من المتغجرات اللي كانت في مكان الحوض السفلي، وعلما بانه راه هذيك المنطقه درات عن الجامعه القرويه ديال افولا تقريبا ما يناهز المليار سنتيم، الى ان هذه الاخيره دارت ظهرها لهذه المنطقه وما استفدت تم شي حاجه من هذا المبلغ، واكررها واقولها وانا اتحمل المسؤوليه في ذلك ما دمت ان في نفس الوقت فانا دخلت التجربه ديال الشان المحلي من 2003 طالبت وطالبت وطالبت الى الان لا زلت اطالب على اساسه. سي محمد اجدد لكم الشكر ولكل المناظر الاعلاميه، لان في الحقيقه المواكبه ديالكم بحال هذه المسائل هذه راه يعني الحمد لله راه تتعاون على اساس انه يعني تكشف الحقيقه فهذا الباب فيما يخص الجمع العام سي محمد، فانا اعمل من جانب الجمعاوي وانت تتعرف هذا الشيء من جانب اخوان كثار وهذا، وتلقينا عده تكاوين الى اخره، لا يمكنني ان اغفل المساطير القانونيه فيما يخص الجمع العام، فالجمع العام تم استدعاء الجميع لحضور الجمع العام، حضر من اراد ان يحضر، ولكن هذا كاين الحكم ديالو، ما الحكم فيه هو انه حينما اكتمل النصاب ومن الناس اللي تتوفر فيهم الشروط، واذا الا قلت هذا فهم الناس المستفيدين اللي تتوفروا على العداد هما اللي تنعرفوهم اللي عندنا معاهم التزام. حينما تاكدنا من اكتمال النصاب تمت مناقشه التقرير الادبي والمالي كالعاده، فالجمعيه لها التقارير ديالها بصفه منتظمه منذ تاسيسها الى يوم التي نتكلم فيه الان. تناقشت التقارير الادبيه والتقارير الماليه وتم التصويت عليهم باجماع، اذا هذا فإلا كانت شي حاجه اللي هي مخالفه لهذا فهاتوا برهانكم ان كنتم صادقين من يتكلموا على هذا الباب، فانا مستعد وراه دليت بهذا الشيء عده مرات، فاحنا راه الاشاره على اساس باش نبينوا للناس الذين تتوفر فيهم الشروط والمنخرطين اللي سلمتي عليه في الطريق يقول لك اعطيني هذا راه ما منحقش،
صافي باش نعطي شي حاجه اللي تهم الجمعيه فتتبقى للناس فسميت. وحنا مستعدين حتى اي واحد بغى توضيحات ولا بغى شي حاجه في هذا الباب. نتوما شخصيا نيت كمنابر اعلاميه نعقدوا حنايا كاع واحد اللقاء اللي يكون فيها سميتو الضوء على كل شيء وصلت الضوء على المسائل لا اللي هي تنعانيو منها ولا اللي هي تنجزو منها. حتى الا كان عندنا شي خطا يمكن عندنا شي خطا طفيف ولا شي حاجه حنا مرحبا راه ما خاب من استشار. فيما يخص انا تكلمت لكم مع الجمعيه العام والتقارير الادبيه والماليه الاشتراك حقيقه لان بدا الاشتراك في 2005 ولا 2006 وكانت الظروف انا ذاك الجامعه تعرف دابا حتى عند الدروغري دابا راه الا سولتي على واحد ياسر شي حاجه باش غادي تخدم راه كان الثمن ديال هذيك الساعه اشكال. هذا بالاضافه على انه راه المنطقه معروفه انها متحجره فاش الا بغيتي دير واحد القناه تمددها راه ما تطلبش ماشي بحالها بحال المنطقه الساحليه راه كما انت عارف التضاريس ديال المنطقه سي محمد راه تطلب واحد المجهود وتطلب اليد العامله وتطلب هذا وتطلب هذا هذا ما هذا. وهذا الاضافه ولا هذا الرفع من هذا الاشتراك راه تم التداول فيه داخل المكتب وفي الجمعيه العام وتمت المصادقه على هذا الشيء هذا. وكاين بعض الناس اللي تيقولوا كذا انا تنقول لحد الساعه راه ما قال لي حتى واحد حتى حاجه بغى يدخل الماء سواء بهذه الطريقه او لا بهذه الطريقه ما عندنا حتى شي طلب شي طلب ديال البرونسو. وحتى فيما يخص سميتو راه مع السنه اللي هي معروفه السنه الالفيه الماضيه 2016 راه معروفه بانها كانت جافه وكان المطر فيها يعني لم انا اقول من عاد ما كان نادر جدا. وراه مؤخرا كان عندنا واحد العطب واكتشفنا على انه راه سميتها خصوصا اننا نحن لا نتكلم عن الفرشه المائيه في المنطقه فهو عباره عن خط ديال الماء بشهاده وكاله ام الربيع جاب الله داك التيسير تما راه تنديرو. ولكن مؤخرا ملي بغينا نعاودو نبدلو المدخل جبناها جديده هبطناها القاع ديال البئر ولكن ما عطاتناش حتى ما اهتزنا واحد ربعه الامطار. هذا ما تيعني على انه تراجع هذاك الاسم المنسوب ديال الماء وحنا راه هذا هو الجانب راه ماشي من تخوفوا من حتى شي حاجه تخوفوا من هذا الجانب مما يجعلنا دائما نفكر ونطلب من الجهات المختصه والجهات المعنيه على انه هذا حل ديال هذه الجمعيه. الحمد لله راه واحد العدد ديال السنوات راه سكتت الصوت ديال هذه المنطقه المطالبه بالماء وكذا ولكن انا ارى بانه امر ملح ويجب يعني التفكير فيه في يعني في القريب باش يتم تفويت باش يتم سميتو. حنا كنا فكرنا في واحد المره وكان المكتب الوطني لمصالح الشعوب بشهاده الجميع مدلينا يدو على اساس انه باش باش نديرو سميتو ولكن واحد المجموعه كذلك من هاد الناس هادو اللي ما بغاوش تفوت ما بغاوش سميتو المكتب الوطني لمصالح الشعوب. انا ما عرفتش فين خصوصا ان الربط سيكون بالمجان بالنسبه لهم كمنخرطين كمستفيدين من الماء ديال الجمعيه. بالنسبه للواجب الاستهلاك راه سيكون مشابها لهذا سميتو فيه الاشطور وفيه كذا وفيه كذا الانسان يكون تحكم. وهذاك الماء ديال الجمعيه كنا فكرنا كاع كان جا واحد الحل ممتاز على انه يدار لنا ذاك الربط ويبقى مغلق عند الخزان ديال الجمعيه فينما نكون في حاجه اليه نستعمله وان بقي يعني الماء ديال الجمعيه متوفر فنعمل به. هذا بالنسبه للنقطه ديال مراقبه الاستهلاك السي محمد النقطه التي تهم مراقبه العداد فانا قلتها في عده اجتماعات ولا زلت اؤكدها. فهناك واحد الشخص هو اللي معيناه الجمعيه تيخدم في هذا المجال هذا ديال المراقبه الناس هذا الشخص هذا خدام تقريبا حوالي والله نقول لك انا واش 900 ولا 1000 درهم باش لان هو الامين المجال المادي بعدا غير باش نقول لكم نسطرو. دابا انا تقريبا اعرف المجال المالي حينما اطلع على الحسابات فيما يخص التقارير هذا اما كل واحد تيسير الشغل ديالو انا ما هو اداري ما هو كذا انا مكلف به برفقات الكاتب. هذه المراقبه ديال العداد كانت شهريه ولكن هذا الشخص وضعنا ما بين امرين غير اما مضاعفه الاجر ديالو غير اما المراقبه العدادات في مره في شهرين لانه نظر للمسائل الاشغال ولا المسائل المهام المسنده لهذا الشخص فيها مراقبه العداد المراقبه العداد الجماعي اللي كاين عند مخرج الخزان كاين مراقبه الخزان كاين مراقبه المحرك اللي هو مراقبه المضخه
كاين اصلاح الاعطاب اينما كانت في اي وقت، ولو انه يكون مثلا في العمل ديالو كني ولا في شي بلاصه، الا تشار ولا دار ولا تصرف بان التعليل بان كاين شي عطب، راه خاصو يجي مباشره ويلتحقوا وب 30 درهم في اليوم. انا راه بان هذا وجهه، لان عندي اذا كاين اكراه مادي بالنسبه لك. كاين اكراه مادي، خصوصا ان الجمعيه الا شفتوا حنا دابا اليوم الذي اتكلم فيه امام فاتوره للكهرباء لاستهلاك الكبير المضخه ديال الماء حوالي 10000 درهم. فاليد قصيره والعين بصيره والجميع يعرف هذا سميتو، راه الا ما تخلصش هذه الفاتوره غدا، رغم انه في هذه الوقفه وهذا الشيء علاش تنتكلموا، كانوا الاخوان سمحهم الله عند مداخل وعند الدوار في هذا نص النهار كامل، في هذه الامسيه كامله، تيعترضوا سبيل المره وسبيل المستفيدين اللي جاوا باش يؤديوا واجب الاستهلاك ديالهم وتيحرضوهم على باش ما يؤديوش، وهذا امر خطير جدا لانه لا يمكنه الا ان ينعكس سلبا على هذا العمل ديال هذه الجمعيه. فانا الجمعيه تحذر وترفع يدها في حاله حصول الى وصلنا لهذه النقطه هذه، ولا ما كانش سميتو ديال ادى الواجب ديال السعر، راه اذا توقفت هذه الماده الحيويه فانت ولا انا ولا الجميع يعرف اهميه هذه الماده الحيويه المهمه. الا انه نحن دائما متفائلين على انه بعد يعني مشكورا السيد القائد ممثل السلطه المحليه بعد ان حل هذه الامسيه الدوار في مركز المحل عند مقر الجمعيه، استمع للطرفين واستمع للاخوان اللي هما يحتجون، رغم انه لن انسى كذلك ان من بين هاد الاخوان المحتجين، واقول دائما سمحهم الله، انه هناك جمعيتين احدثتا مؤخرا. فان كنت اقول بانه فنحن نرحب ونحن رانا اشاره اي كل مستفيد يريد ان يطلع على ما يجري بهذه الجمعيه، فجمعيات اخرى ليست خارج دور، جمعيات اخرى التي احدثتا في الاونه الاخيره، فان وضعتا لشيء فانا اوجه لهم النداء ان يتجهوا نحو العمل، وان يتجهوا كذلك في هذا العمل الشريف العمل الجمعوي لياتوا بشيء سيعتبر قيمه مضافه لهذا الدوار. واقول بانه ليس من اختصاصهم محاسبه هذه الجمعيه، فهذه الجمعيه الام والجمعيه الاصليه وتعمل في هذه الماده الحيويه، بالاضافه انه تعمل في مجال التربيه والتكوين او الاطفال، فهي تعمل كذلك في الطرز والخياطه، فهي تعمل في المجال الرياضي في المجال الاجتماعي. الى كاين قاعه راه كاينه الاشاره موجه نداء في هذه المناسبه، الى كان شباب الدوار كاين مجهزه قاعه الاعلاميات دارتها الجمعيه، واصدر كذلك ان هذه الجمعيه هي الوحيده التي استطاعت ان تمتلك وان تبني مقرا لها، رغم انها جمعيه ديال ورلا معروفه بان الامكانيات ديالها جد محدوده. بعد رجع لهذا الموضوع ان بعد حلول السلطه المحليه والسيد القائد وراكم حاضرين على هذا الشيء، تكلم السيد القائد مع الاخوان وتكلم معنا حنا كمكتب، واقترح على انه غادي يكون واحد اللقاء يجمع بين الطرفين على اساس انه يمكن يعني تدويب هذا الخلاف ان كان هناك خلاف، اقول ان كان هناك خلاف، نحن ليس لدينا الا ان مد يدينا ونيتنا حسنه، وهذا ما لدي تصريح. وتنشكركم مره اخرى. شكرا سي محا، تبارك الله عليك.